السلام عليكم الإخوان والأخوات، نتمنى إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وفي صحة جيدة. كنعتذروا على الغياب اللي استمرنا تقريبا هذه 4 شهور، ما شاركنا معكم حتى شي فيديو اللي كيخص بعض الأمراض، سواء الأمراض المعدية أو الأمراض غير المعدية عند النواشي. اليوم جبت لكم هذه الطريقة إن شاء الله جديدة اللي هو نحاولوا نستعملوا السبورة والماركور باش نحاولوا نصلحوا لكم إن شاء الله بعض الأمراض. الشروحات غتكون مبسطة باش يستافدوا الإخوان اللي كيتبعونا، سواء التقنيين او الطلبه او غير ذلك، او العمال المؤهل، وكذلك بعد مربين المواشي الكسابه. بالنسبه لهذا المرض اللي اختاريت هذه المره نشرحه لكم ان شاء الله، هو مرض التسممات المعويه. التسممات المعويه اللي كيسميوه بالدارجه في المغرب كيسميوه مرض المراره، اللي كيسميه مرض بوغلي، يعني الاسم كيختلف على حساب المنطقة. والاسم ديالو بالفرنسية كيتسمى لانتيروتوكسيمي، هو الاسم ديالو بالفرنسية. بالنسبة إن شاء الله هاد السلسلة ديال هاد الفيديوهات اللي غتشرح لنا هذا المرض هذا، غنحاول نقسمو على 5 الفيديوهات باش يعني ما نطولوش عليكم بزاف، تكون شروحات مبسطه ومفهومه للجميع، وبالاخص اخواننا الكسابه او المربيين اللي هما كيتبعونا ماشي فقط من المغرب، من جميع الدول العربيه. كنشكركم بزاف الاخوان الفلاحه والمربيين. بالنسبه كما قلت لكم غنحاول نقسمو على 5 ديال المحاور او 5 ديال الفيديوهات. الفيديو اللي خدام فيه دابا خصو فقط التعريف بهذا الداء. الفيديو الثاني ان شاء الله غنخصصوه او غنخصصوه بالنسبه للاسباب ديال هذا الداء. الفيديو الثالث غنخصصوه في الاعراض ديال هذا الداء. الفيديو الرابع ان شاء الله غادي نهضروا فيه على العلاج عند ظهور اعراض، يعني هل هناك علاج ام لا. والفيديو الخامس ان شاء الله غنهضروا على الوقايه من هذا الداء. هذو هما المحاور 5. بالنسبه ان شاء الله غنهضروا دابا حاليا فقط عن التعريف لهذا الداء في هذا الفيديو. بالنسبة كما قلنا لكم الإخوان، هذا الفيديو فقط أخصه في التعريف ديال هذه المرض، التسممات المعوية والكبدية والمرارة البوبلي كما سميناه لانتروتوكسيمي، الاسم المسمى ديالو لانتروتوكسيمي. التعريف فقط أخصه إن شاء الله في تعاريف محددة ومفهومة ومبسطة للجميع، بالأخص إخوينا الكسابة اللي كيتابعونا من جميع العالم العربي أو جميع الدول العربية سواء في المشرق أو المغرب. نشكركم بزاف من هذا المنبر هذا. بالنسبة لهذا المرض هذا، أول حاجة لمن كينتمي؟ واش كينتمي للأمراض البكتيرية أو الأمراض الفيروسية أو الأمراض الطفيلية؟ هذا المرض اللي كيتسمى مرض التسممات المعويه او المراره او بوغليب بالدارجه المغربيه، هو ضمن الامراض البكتيريه، يعني هو مرض بكتيري، مرض يصنف من الامراض البكتيريه اللاهوائيه. البكتيريا التي لا تتغذى على أودو الأكسجين. البكتيريا اللي كتسبب لنا هذا المرض هي البكتيريا التي لا تتغذى على الهواء، لا هوائية، أو كتسمى دي بكتيري أنيروبي. كذلك هذا المرض هل هو معدي أم لا؟ هو مرض غير معدي، هو مرض بكتيري سببه البكتيريا اللاهوائية، وهو مرض غير معدي يصيب
الأغنام، الأبقار، الماعز، يعني جميع المجرات. الحيوانات اللي كتجر، يعني كتجر بهذا المصطلح، اللي عندها 4 المعدات، اللي عندها الرمان، الريزو، فيكاية، هما اللي كيتصابوا غالبا بهذا. كذلك هذه الحيوانات، بين هذه الحيوانات كلا الأغنام هي الأكثر ضرر من هذا الداء، يعني حسب الدراسات اللي دارت وحسب الخبرة ديال الإخوان ديال الأطباء البياطرة وكذلك الكسابة أو المربيين. يعني الأغنام غالبا ما هي التي تكون، يعني هي التي تكون أكثر عرضة لهذا الداء. وكذلك من بين مميزات هذا المرض الذي يميزه عن باقي الأمراض أنه يصيب يعني الحيوانات اللي عندها واحد البنية جسمانية جيدة، يعني الحيوانات اللي هما ضعافين أو كيتسموا الشيكتيك ما يقدرش يصيبوا هذا المرض هذا إلا حالات نادرة، ولكن غالبا ما يصيب يعني الحيوانات أو الأغنام بصفة عامة التي يعني عندها واحد البنية جسمانية جيدة صحيحة وتكون سمينة. وكذلك غالبا ما كيأثر على الخرفان اللي كيتجاوز العمر ديالهم فوق شهرين. يعني حتى الخرفان اللي كيكون عندي الله كيتعلموا ياكلوا غالبا ما كيأثر عليهم هذا الداء هذا. يعني نعاود نشرح لكم هذا الشيء هذا اللي قلنا الاخوان، قلنا هو مرض بكتيري، يعني صنف البكتيريا اللاهوائيه، البكتيريا التي لا تتغذى على الهواء، وهو مرض غير معدي يصيب الاغنام، الابقار، الماعز، وقلنا جميع المجرات. والأغنام هي الأكثر ضرر بهذا الداء، وكذلك قلنا الأغنام اللي عندها بنية جسمانية يعني تكون سمينة بهذا المصطلح، تكون عندها بنية جسمانية قوية، ما تكون واحد الإعداد الكاشليكتيكي ضعيفة بزاف. وقلنا كذلك الخرفان اللي فوق شهرين هما اللي كيتقاسوا بهذا الداء بزاف، يعني كيكون في واحد البيريود أو واحد الفترة اللي كيتعلموا ياكلوا كيكون في واحد الشونج مو أليمونتير أو تغيير مفاجئ للأكل. يعني الخرفان الصغار كيكونوا أكثر عرضة. يعني هذا كان تعريف مبسط، يعني ما بغيتش نديطيو بأنواع البكتيريا إلى غير ذلك، ما بغيناش بزاف الحوايج اللي نقصنا، ولكن المعنى العام ديال هذا التعريف هو هذا. نتمنى ان شاء الله تكونوا فهمتوا، ونتلاقاو ان شاء الله في الفيديو المقبل اللي غنهضروا فيه ان شاء الله عن الاسباب ديال هذا الداء او هذا المرض، الا وهو مرض التسممات المعويه. كنتمنى ان شاء الله تعجبكم الطريقه الجديده ديال الشرح اللي استعملت بها الماركور والسبوره، يعني احسن طريقه للشرح هي ستيل الورقه او ماركور والسبوره. نتمنى ان شاء الله تفهموا هذا الشيء اللي كنقوله لكم وتوصلوه للاخوان ديالكم، وكنتمنى كذلك تبارطاجيو هاد لوليان ديال هاد الفيديو مع الاصدقاء ديالكم باش يفهموا مزيان ان شاء الله هذا الشيء هذا. السلام عليكم.